هذه الندوة أيضا بعد لعباد الله المتقين الخاصة بإطارات شؤون الدنيا والأوقاف رئيس الديوان السادة والسيدات والإرشاد الذي سيتقدم. هذا الشيء وطني يدخل في حملة الأوقاف في ولاية تكوت الأستاذ عبد العزيز. ندوة وطنية لإطارات وزارة شؤون الدنيا والأوقاف تحضيرا لبرنامج شهر رمضان المعظم. ومن دون شك أن شهر رمضان هو شهر مثل سائر الشهور، ولكن يختلف على سائر الشهور في البركة، في الأجر، في المسابقة في الخيرات، في الطاعة، في العبادة، لأنه شهر تكثر فيه الصلاة، يكثر فيه التهجد، يكثر فيه قراءة القرآن، تكثر فيه الدعاء، وليس شهرا يكثر فيه الزحام، وتكثر فيه الخصومات، ويكثر فيه التبذير، ويكثر فيه الأكل. رمضان شهر عظيم، يعظم بالقرآن، يعظم بالعبادة، بهذه الجوانب الروحية التي ندعو المجتمع من خلالها إلى أن ينسجم مع هذه الرؤية. وكذلك أعطينا توجيهات للسادة المديرين إلى أن يهيئوا أنفسهم لاستقبال الشهر. أن نحن شرعنا في طباعة مصحف البرايل لإخواننا المكفوفين، ولأول مرة برواية ورش عن نافع في تاريخ الجزائر المستقلة، مشفوعا خط المصحف بكتابة شيخنا العلامة الكبير والخطاط الجزائري الشيخ شريفي. هذا طبعا سيكون هذا مندمجا ضمن رؤية السيد رئيس الجمهورية لتوفير المصحف البرايل للمكفوفين، سواء كان في الجزائر أو في الجوار في دول إفريقيا أو حتى عالميا. وهذا يعني مع إخواننا في وزارة التربية من خلال المؤسسة الوطنية للطباعة، هذا إن شاء الله سيكون رديفا للنشاط الذي قامت به الوزارة في طباعة مصحف رودوسي لأول مرة مصححا في تاريخ الجزائر، وهو مصحف منذ 100 سنة. والآن اليوم عدنا 41,300 حاج، يعني الحمد لله هذا ما تم الاتفاق عليه، وإن شاء الله ربي قدرنا على خدمة الحجاج. وهناك تسهيلات وهناك أشياء جديدة نعرفها لما يسافر الوفد التحضيري إن شاء الله، لكي يعني نباشر عملية الحج والاستعداد لهذا الموسم المبارك إن شاء الله.